مرحبا بكم مشاهدينا الكرام. الكعرار بن سبيرة السعيد يكذب ما يروج له الكابتان المطرود من الجيش الجزائري هشام عبود بخصوص اللواء محمد خايلي واللواء نور الدين قواسمية، إذ أن هذا الكابتان المطرود من الجيش ينشر كعادته أخبار كاذبة هدفها التشويش وبث الريبة والشك في نفوس الجزائريين. كما قلت، فالأمر يتعلق باللواء محمد قايدي، إذ أنه يكذب ويقول بأنه قد تم الزج به في السجن العسكري. والمتابع لهذا النكر سيلاحظ بأنه يقوم بالترويج لهذا الخبر منذ حوالي أسبوعين. لكن لماذا هو يركز على محمد قايدي؟ لنستمع إلى باقي التفاصيل من بنسديرة وبعدها سنعود إليكم. إذا تذكروا مليح مليح، بالنسبة للأخبار العسكرية في الجزائر، بلا فخر بلا فخر وبلا غرور، لا يوجد أي مدون، لا يوجد أي صحفي، لا يوجد أي موقع إلكتروني، لا يوجد أي ناشط سياسي يستطيع أن ينشر أي خبر على المؤسسة العسكرية أكثر من بن سديرة. مستحيل مستحيل، بلا غرور وبلا زوخ وبلا فوخ. وتحبوا تقولوا بالزوخ والفوخ قولوه، لا يوجد على وجه الكرة الأرضية أي مدون أو صحافي أو ناشط أو مدير موقع أو أي واحد اللي يقدر ينشر لك أخبار دقيقة عن المؤسسة العسكرية الجزائرية أكثر من بن سديرة، لا يوجد والحمد لله. لكن أخبار بن سديرة إذا كانت حساسة وتضر بمصلحة البلاد ما ينشرهاش، حتى وإن كانت صحيحة ما ينشرهاش، لأنه مصلحة بلادي فوق كل اعتبار. لكن إذا كانت أخبار عادية نشرها بدون تحفظ، إذا كانت أخبار عادية طبيعية ننشرها بدون تحفظ. إذا تتذكروا موقع فلاش نيوز للسعيد بن سديرة هو الموقع الوحيد الذي كان ينشر أخبار سجن كبار الجنرالات قبل سجنهم، أو قبل يعني الإعلان الرسمي عن سجنهم، بساعات على الأقل يوم. قال باللي من المتوقع أنه غدا سيمثل فلان أمام المحكمة العسكرية، وتكلمت على كبار الجنرالات، ما همش يعني نقولوا ليوتنو ولا سيليوتنو، كبار الجنرالات. الأمين العام لوزارة الدفاع اللي هو أعلى منصب يعني بعد وزير الدفاع، شكون اللي خبركم وقال لكم أنه سيمثل أمام المحكمة وتم إلقاء القبض عليه؟ شكون اللي قال لكم؟ بن سديرة قال لكم، عبد الحميد غريس أمين عام وزارة الدفاع، بن سديرة هو اللي قال لكم. بعدها بحوالي 4 أيام ولا 5 أيام باش نشرت وسائل الإعلام إيداع الأمين العام لوزارة الدفاع السابق السجن العسكري، وروحوا ورجعوا للأرشيف. مدير الصناعة العسكرية رشيد شواقي أول من نشر الخبر موقع فلاش نيوز، مدير العتاد أو فيما بعد، نعم العتاد اللي هو واسمه عكروم، علي عكروم أول من نشر الخبر فلاش نيوز. الجنرالات قادة النواحي العسكرية سابقا، سواء عبد الرزاق شريف أو سعيد باي أو قائد الدرك السابق منات، كل الجنرالات أول من نشر خبر توقيفهم واعتقالهم وسجنهم هو موقع فلاش نيوز للسعيد بن سديرة. ثم بعد 24 ساعة ينظم زيت زيت ولا خنزير باريس ولا وليد مو يقول لك بلغنا من مصادرنا هكذا سجن عبد الحميد غريس، احنا هضرنا عليه البارح وشرحنا وفسرنا، وما يقول لك بلغنا من مصادر. شو مصادر؟ مصادر بن سديرة، علاه بحشوم تقول بن سديرة هو اللي نشر الخبر؟ إذن بخصوص سجن الجنرالات بما فيهم الأمين العام اللي هو أعلى منصب، هو لواء لكنه أعلى منصب، الأمين العام في وزارة الدفاع هو الرجل الثاني في وزارة الدفاع منه الوزير الدفاع، يعني تقريبا هو وقائد الأركان كيف كيف. قائد الأركان طبعا
رتبه الفريق، لكن في المنصب خاطش كاين الرتبه والمنصب، يعني كاين الفونكسيون كاين الكراد. المنصب تاعو امين العام منه رئيس الجمهوريه اللي هو وزير الدفاع. لما تم سجن الامين العام انشرنا الخبر، ليس سر، يعني عبد الحميد غريس تم سجنه موش سر ولا يضر بمصلحه البلاد. السيد عنده متهم بتهم فساد، هذا لا يعني انه الدوله فاسده ووزاره الدفاع، هذا مسؤول فاسد يتحاسب. بعد عام عامين ممكن يكون بريء، عداله هي اللي تقرر. لكن الخبر كخبر صحيح، تم سجن الامين العام لوزاره الدفاع اللي هو عبد الحميد غريس. نقطه على الصدر. وش حبيت نقول؟ حبيت نقول لكم انه لو فعلا تم سجن، لو فعلا تم سجن اللواء محمد قايدي، اول من ينشر الخبر هو بن زديره ماهوش خنزير باريس. لو كان محمد قايدي دخلوه الحبس، اول من ينشر الخبر هو بن زديره، ما يوصلش خنزير باريس. خنزير باريس ينقلوا نقلا على بن زديره، مستحيل ينشروا قبلي. ولو كان قواسمية دخل الحبس، مستحيل ينشروا خنزير باريس، اول من ينشر الخبر هو بن زديره. موش بن زديره لانه ما ينشرش، موش سر. يعني افهموا افهموا يا متابعين، سجن محمد قايدي ولا قواسمية ولا الجنرال هشام ليس سر. جنرال فاسد يدخل الحبس وراه المشكل، لانه قبلهم تكلمنا عبد الحميد غريس، شواقي، لشخم، عكروم، تبودلات، والقائمة طويلة. قلنا باللي دخلوا السجن بتهمة فساد. إذا قايدي إذا دخل الحبس أنا ننشر الخبر ونخرج لكم نقول لكم نعم قايدي راه في الحبس. لكن الحقيقة هي أنه قايدي راهو يفوت في العطلة نتاعو مع الولاد ومع مرت ولادو في حمام ريغا. هاني نقول قايدي هاك اضطريتني باش نكشف وراك، ما كنتش حاب نقول وراك بصح باش الشعب يعني يعرف الحقيقة. محمد قايدي يقضي فترة الراحة نتاعو في المركز العائلي العسكري في حمام ريغا. حمام ريغا فيها مركز عسكري سي ان اف، سونتر دروبو ميليتير في حمام ريغا. الناس اللي يسكن حمام ريغا يعرفوا قايدي راهو في حمام ريغا يتحمم، راهو يضرب في التحميمة مع ولادو وراهو لبس عليه في دارو. يعني ممكن هاني قلت له قايدي دوكا مادام قايدي الى كملت العطلة نتاعك في حمام ريغا اوكي راك في دارك تدخل دارك، الى ما كملتش العطلة غدوة الصباح في تقشك وتدخل خاطرني بيعتك. يعني قلت لك في حمام ريغا كيما واحد يسالك 4 مليون ونص جملان، ولا كيما واحد يسالك قهوة ولا حاجة ما يجوش يحوس عليك في حمام ريغا. ومن بعد كامل تقولش بلي بن زديرة راه بيعني، يعني بيعتك الصباح الساعة تاع الصباح خمال قشك ودخل دارك صحيح حرقناك وقتك. محمد قايدي اللي يحوس عليه يسالو دراهم يروح ليه حمام ريغا، راهو يحمم في حمام ريغا. اوكي فاهم. بالنسبة القواسمية، القواسمية العشية كان يشرف القهوة، معلومات رسمية، كان يشرف القهوة ومرته وولاده في الشراقة، لأنه السكن تاعو في الشراقة. كان في الشراقة يشرف القهوة العشية، قهوة العشوة، ومرته وولاده في داره. قواسمية لاباس عليه في داره. جنرال هشام كان هو وأفراد العائلة ثاني مرته وولاده يشرف القهوة العشية في داره. يعني ما نشره وما قاله خنزير باريس لا أساس له من الصحة. الهدف من ورائه هو زرع الفتنة والبلبلة والشقاق والناس تخاف. مازال يدو في الجنرالات ولا حبس وكذا وكذا من منين؟ لا أستلم أخبار هذه غير صحيحة، وأخبار مزورة بإعاز من المخزن المغربي. قالوا له انشر الإشاعة أنت وجماعتك وديروا فتنة وكذبوا وكذا وكذا. المهم أخبار مغرضة باينة، يعني كي يقول لك الناس نعرفوا ونحن في حرب قذرة مع المخزن المغربي، يستعمل فيها كل الأساليب القذرة بما فيها الكذب، التلفيق والافتراء. إذا ما نشره أو ما قاله خنزير باريس كذب في كذب ولا أساس له من الصحة. قايدي راهو في حمام ريغا يحمم، وراه اليوم ولا غدوة يدخل دارو، وممكن يدخل. انا عندي المعلومات هذه انه يا اما دخل يا اما راح يدخل. المهم راهو في دار، نقول له ادخل روح لك.
قواسميه راهو في دار يوسف القهوه، لها جنرال هشام راهو في دار يوسف القهوه، وهذه المعلومات هذه عندما تكون صحيحه اول من ينشرها واول من يتكلم عليها هو سعيد مسلم. اعدكم اخبار مثل هذه انا راح ناكدها لكم كي تكون صحيحه، لانه ما فيهاش عيب، لانه نشرنا اخبار مثل هذه صحيحه، قلنا هي صحيحه وراها مشكل، لكن كي تكون مش صحيحه انا نعطيكم الخبر الصحيح ونقول لكم انه هذا الخبر صحيح وهذا غير صحيح. اوكي، اذا كما سمعنا مشاهدينا الكرام فان بن سديرة كان اول من ينشر اي خبر عن المؤسسه العسكريه، خاصة أخبار الإقالات والتعيينات، إذ أنه السباق دائما في نشر مثل هذه الأخبار، وكما سمعنا فهو ينفي ويكذب خبر سجن اللواء محمد قايدي الذي روج له كابتن مطرود من الجيش هشام عبود، ويكشف بن سديرة عن مكان تواجد اللواء المتقاعد محمد قايدي، ويؤكد بأنه يقضي فترة راحة في مركز الراحة العائلي التابع للجيش في حمام ريفا بعين دبلة. أما اللواء نور الدين قواسمية فحسب بن سديرة فقد تم رصده رفقة عائلته بالشراقة في بيته. لننتظر الحركي هشام عبود كيف سيكون رده على هذه الأخبار، لأنه تلقى أوامر من مخابرات عبد اللطيف الحموشي مدير الأمن المغربي. لننتظر كيف سيتعامل مع هذا الأمر. إلى اللقاء.